السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. غادي نهضر لكم على المباراة ديال المنتخب المغربي أمام مالي بعد نهاية المباراة ديال المنتخب المغربي نصف النهائي بين المغرب ومالي. أخيرا تأهل المنتخب المغربي إلى النهائي أمم إفريقيا تحت 17 سنة. غادي نكتشف لكم مزيد على تأهلنا المنتخب المغربي إلى النهائي. ألف 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 مبروك للمنتخب المغربي، ألف ألف مبروك المغاربة كاملين من طنجة إلى الجويرة العزيزة. لعليكم هو تبعوا الفيديو من البداية للنهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ألف 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 مبروك للمنتخب المغربي، ألف 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 مبروك للمغاربة، وي تأهل المنتخب المغربي إلى النهائي. المنتخب المغربي قصى فريق إفريقيا مالي، كيفاش دار ليها؟ غادي نكتشفوا لكم التفاصيل. غير استمروا معنا وديروا لينا اللايك وديروا شي تعليق زوين وإن شاء الله نكتشفوا كيفاش نجاح المنتخب المغربي والتأهل رسميا إلى النهائي. والله ينصر ملكنا محمد السادس، عيش ملكنا محمد السادس، ومن الفوق أخوتي الأمم الإفريقية على الملعب الجزائر وعلى قسنطينة. غادي نرفعوا الراية المغربية والعلم المغرب والصحراء المغربية، والمغرب في صحرائه زائد صحراء شرقية أرض مغربية، تندوف بشار أدرار أرض مغربية، ديما مغرب أخوتي. إذا أش غادي نقول لكم، فرحة كبيرة جدا جدا ليا، فرح ديال بصح. إذا تفرجنا في المباراة ديال مالي أمام المنتخب المغربي، الشوط الأول كان رائع جدا، ولكن بعض الضغوطات خاص المنتخب مالي على المنتخب المغربي. إذا حنا رجعنا للدفاع وعرفنا كيفاش سيطرنا على المباراة خاص في الدفاع ونقدنا المنتخب المغربي بعد الأهداف. إذا لو كان ملعبات المنتخب المغربي بهذه الطريقة كان غادي يوقع لنا بعض المشاكل خاصة في الدفاع. إذا المنتخب المغربي دار المجهود ديالو، شفنا الهجوم في المستوى ولكن بعد الحظ وصل الميدان في المستوى، والدفاع برافو برافو المنتخب المغربي، الدفاع 20 على 20. إذا الحارس كنرفعوا له قبعة، الحارس قام بالواجب. اذا مالي بغيت تسجل علينا، مالي بغيت تحسم الامور، ما بغاتش راك الترجيحيه، ولكن شفنا المنتخب المغربي في الشوط الاول رائع جدا، الدفاع في المستوى، ومن بعد شفنا خاص بعد الدقائق الاخيره وقت ضائع كان المغرب غادي يسجل الهدف الاول على الشباك المالي، ولكن بعد التركيز والحظ ما كانش معنا اليوم. وفي نفس الوقت اخوتي المنتخب المغربي في الشوط الثاني بين بانه فريق قوي ولعب بالدايكا نفس الطريقه، وصل الميدان في المستوى، الدفاع في المستوى، الهجوم في المستوى، ولكن بعد التركيز وبعد الحظ ما كانش معنا. اما كنا غادي نصيدو مالي ونشجع عليها الهدف وما غاديش نمشيو ركلة ترجيحيه، ولكن في الاخر كيبقى كلشي ديال المكتب وكلشي ديالنا. اذا انتهى الشوط الاول، انتهى الشوط الثاني بين المغرب ومالي والنتيجه 0-0. اذا القانون ديال المسابقه ديال كره القدم خاص امم افريقيا تحت 17 سنه، واجب الى لعبتي 90 دقيقه وما سجلتي ولا هدف كيمشيو الفرق ركلة ترجيحية، واللي سجل الاهداف ديال الركله الترجيحيه هو اللي كيتاهل. اذا انا ملي تفرجت في الركله الترجيحيه قلت بعين المغرب غادي يحسم الامور في صالحه، وفي نفس الوقت مشاو الركله الترجيحيه الى 6 الاهداف. اذا برافو المنتخب المغربي، برافو اللاعبين، برافو الحارس المرمى. اذا الحارس المرمى تاهل المنتخب المغربي للنهائي بالفضل ديال الحارس. لو كان مشاهد الحارس اللي تاكا جوج الاهداف محققه خاص على شباك المنتخب المغربي. اذا هذا الحارس ديال المنتخب المغربي ذكي رائع جدا، منع مالي باش ما تسجل الهدف الاهداف على الشباك ديال المنتخب المغربي في ركله الترجيحيه. وفي الاخر شفنا المنتخب المغربي سجل الهدف، من بعد جاب التعادل 3-3، من بعد سجل الهدف 4-4، من بعد سجل 5-5، ومن بعد مالي ضيعوا ركله الترجيحيه في الاخر، ومن بعد المنتخب المغربي سجل الهدف السادس وحسم الامور وتهنى الى النهائي أمم إفريقيا تحت 17 سنة. إذا مبروك، ألف ألف مبروك للمغاربة،
مبروك لهاد الشباب، مبروك المغاربه كاملين. اذا حاليا في المغرب كما قلنا احتفالات رائعه جدا في المنازل، في المقاهي، في اي مكان، وفرحنا بزاف وفرحونا هاد الوليدات صغار تحت 17 سنه. اللهم بارك وتشوفهم في النهائي، وان شاء الله غادي يلعبوا كاس العالم. هاد الشيء زوين بزاف بزاف، وحنا المغاربه هما السبوع ديالو في الصحه، ومبروك علينا خوتي وديما مغرب، وهاد العالم ديال المغرب ترفع من جديد من قلب الجزائر، من قسنطينة، الملعب ديال قسنطينة ترفع فيه العالم ديال المغرب، واحتفالات اللاعبين ديال المنتخب المغربي بهذا العالم ديال المغرب، واحتفلوا بهم معهم المغاربة. ومبروك علينا خوتي، والعقوبة لينا ان شاء الله الفوز في النهائي امام السنغال ونجيبوا الكاس. اذا هادشي زوين بزاف، وفرحنا بزاف بزاف تأهل المنتخب المغربي الى المونديال، وفوز تاريخي على الجزائر، وفوز على مالي، والتأهل الى النهائي. اش بغينا باقي؟ اذا حنا هما السبوع ديال بصح، وبغافو. كنرفع قبعة للمنتخب المغربي، كنرفع قبعة للمدرب، كنرفع قبعة للحارس المنتخب المغربي. مبروك علينا، الف 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 مبروك للمغاربة كاملين. اذا فرحة كبيرة جدا جدا، شرفوا كرة مغربية رسميا فريق المغرب العربي كيتواجد في النهائي ديال الامم الافريقية. شحال زوين تشوف فريق المغرب العربي في النهائي امام السنغال. واش السنغال قادرين ننتصروا عليها؟ معلومه اخوتي، السنغال غادي ننتصروا عليها، غادي ننتقموا للجزائر ان شاء الله، حيت الجزائر كانت السنغال هي اللي انتصرت على الجزائر ولعبت مع المغرب في المركز، حصلوا على المركز الثاني، وكان المركز الثاني ضروري يلعب مع الصداره في المجموعه ديالنا. اذا اش غادي نقول لكم، السنغال فريق قوي وفريق عندهم امكانيات، ولكن دابا الفرق اللي تاهلوا النهائي شنو كيديروا بعد كيساليو تاهلهم الى النهائي؟ شنو كيديروا؟ كيخدموا. اذا الفريق اللي خدم مزيان هو اللي غادي يفوز بهذا اللقب. اذا الا درنا السنغال والمغرب في الميزان، نلقاو المغرب ما افضل، ولكن يقدر ممكن نلقاو الميزان متقاد بعضياتهم، ولكن المغرب عندنا ثقه في المنتخب المغربي غادي يفوز على السنغال، وعلاش لا نفوز بهذا اللقب؟ ما عندنا ما نخسروا. تهنا الكاس العالم، فزنا على المنتخب الجزائر، فزنا على مالي في النهائي بركله ترجيحيه. ايوا واش بغينا باقي؟ وصلنا النهائي وهذه فرصتنا، وضروري خصنا نفوزوا باللقب باش نكملوا الفرحه ديال المغاربه، وعلاش لا نشوفوا احتفالات في العاصمه ديال المغرب في الرباط. فوز باللقب امم افريقيا تحت 17 سنه، واحد الاستقبال كبير جدا. اذا هادشي اللي كنتمنوا ان شاء الله، هادشي كنتمنوا ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله يكون خير، ونتمنوا التوفيق لمزيد الكره المغربيه، وفي نفس الوقت انجاز رائع جدا ونجاح كبير لكرة القدم المغربية. وهذا الشيء زوين بزاف صراحة، فرحنا بزاف ديال بصح ملي تعادل المغرب الى النهائي. ديجا درت لكم موضوع على المنتخب المغربي قبل ما تلعب المباراة، قلنا بانه 90% ان شاء الله غادي تفوز المغرب. اذا حقق لنا الله سبحان الله الحلم ديالنا، تاهلت المغرب الى النهائي، وفي نفس الوقت المسيره ديالنا مستمره على اللايفات، على المواضيع ديالنا، ونناقش لكم مزيد على السنغال، على المنتخب المغربي في النهائي، والموعد ديال المباراه حتى هي غادي ندير لكم فيديو ديالها خاص ديال الموعد ديال المباراه، ونناقش لكم الضعف ديال السنغال والمنتخب المغربي. اذا هادشي كنتمنى ان شاء الله، ودائما الى درنا لكم اللايف دائما واحد حب الوطن، حب الملك محمد السادس نصرو، حب المنتخب المغربي، حب الرايه المغربيه. اذا كل هادشي واحد الحب ديال الوطن، هادشي اللي باش نكون واضحين. ومبروك علينا، الف الف مبروك للمغاربه كاملين من طنجه الى القوهره العزيزه. وي فرحة كبيرة خوتي، فرحت بزاف صراحة. اش غادي نقول لكم، اخر ركلة ترجيحية عرفتي كي درت، فرحت بزاف، قلت هكا ديال بصح. اذا واحد الروح الوطني، هذه الروح الوطنية اللي فيا هي اللي حطتني واحد الحماس كبير، وفي نفس الوقت ركلة ترجيحية بين المغرب ومالي سيناريو خيالي. ما عرفتش كيفاش نفسر لكم، كانوا هما حنا ضيعنا وكانوا هما سجلوا، ومن بعد بالفضل ديال الحارس كيفاش
سبحان الله. وفي نفس الوقت شفنا بعض اللاعبين ديال المنتخب المغربي كانوا كيبكيو خايفين من الاقصاء، واحد حب الوطن، حب كرة القدم، وهما يحبوا النهائي، هما باغيين يفوزوا بهذا اللقب ديال امم افريقيا، ونتمنوا ان شاء الله الحلم ديالهم يتحقق ان شاء الله ويفوزوا بهذا اللقب امام السنغال ان شاء الله. علاش لا، الفوز بجوج زيرو ولا واحد زيرو كلشي ممكن، ونتمنوا ان شاء الله للكره المغربيه دائما يفرحونا. اذا علاش لا نشوفوا هذا السيناريو ان شاء الله في امم افريقيا، خاص في كوت ديفوار 2024، نشوفوا المغرب في النهائي ان شاء الله بحول الله، فوز بهذا اللقب اللي شحال هذه ما فزنا به منذ سنوات. اذا نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله، ودائما كل شيء بالنيه، كل شيء بالنجاح، دائما الانسان يدير النيه ويخدم. وفي نفس الوقت هذا الفريق ديال المنتخب المغربي تحت 17 سنه راه مده اشتغلوا، راه مده عام ولا عامين كانوا كيشتغلوا باش يوجدوا الفريق، باش يحطي واحد النجاح كبير خاص في امم افريقيا على الملاعب الجزائري. اذا فرحه كبيره جدا، تاهل لكاس العالم، الفوز تاريخي على الجزائر، فوز تاريخي من جديد على مالي، وحنا حاليا في النهائي وفريق المغرب العربي في النهائي امم افريقيا، شي حاجه كبيره جدا وفرحه كبيره. وحنا دائما واحد الحب، اذا الجماهير المغربيه شنو باغين هما؟ الفرحه. اذا الفرحه الناس كتبرع بها، متعه باش نكون واضحين، ملي كتفرج في المنتخب المغربي بحال اللي كتعيش واحد المتعه، واحد الحاجه زوينه في الحياه ديال الانسان. اذا نتمنى ان شاء الله يتحقق الحلم، يكون الحلم مكمول هو الفوز باللقب، هادشي كنتمناو. وفي نفس الوقت كلشي ديال الله وكلشي بالمكتب، دائما الانسان يدير النيه ويخدم ويثق في نفسه ان شاء الله يكون خير. اذا هاد اللاعبين لو كان ما فيهمش واحد النيه، لو كان ما فيهم واحد الثقه راه محال ينجحوا، ولكن فيهم واحد الثقه وفيهم داروا النيه ديالهم، وفي نفس الوقت واحد الحب لكرة القدم الوطنية، وجابوا النجاح. إذا ماشي سهل. إذا في الأخر اكتشفنا ماليين يبكيو، وحنا فرحانين. إذا هذه مهمة بزاف، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي أمام السنغال، المباراة النهائية، إذا المباراة الأخيرة في أمم إفريقيا بين السنغال والمغرب. شكون غادي يفوز باللقب؟ واش المغرب ولا السنغال؟ إذا نقول أنا 90% المغرب، إذا أنا مغربي 90% الفوز باللقب إن شاء الله بحول الله. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا لكم على اللايكات ديالكم، مبروك عليكم ومبروك علينا، وشكرا كاع الناس اللي كيتابعونا، وشكرا كاع الناس اللي كيشجعونا، تحياتي.